ونواصل معكم مشاهدينا الكرام الحديث عن انتفاضة تشرين، ومعنا من اسطنبول الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر. مرحبا بك معنا أستاذ مصطفى. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. أهلا بكم. نلاحظ أنه بعد رفع حظر التجوال عاد المتظاهرون للتظاهر في عدة مناطق من بغداد والمحافظات. إصرار المتظاهرين بهذه القوة وهذا الزخم على ماذا يدل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل على أن هذه الثورة مستمرة، وأن كل إجراءات القمع والإرهاب التي تمارسها العصابة المتحكمة بالعراق لم تثني أن تثني هذا الشباب الثائر عن نهدته الذي بات أو الذي أصبح بالحقيقة يردده بشكل واضح وصريح، وهو إسقاط النظام وإنهاء هذا الاحتلال الإيراني الكامل الذي يعني يشمل كل مناحي الحياة في العراق. الذين يتظاهرون أستاذ مصطفى عاشوا تجربة قاسية خلال عقد وما يزيد عن العقد من الزمن، وهم من الفئات العمرية الشابة في العراق التي ربما لم ترى وقتا يعيش فيه العراق بخير ولم يستفيدوا من خيراتها العظيمة. ما دلالات أن يكون المتظاهرين من هذه الفئات العمرية؟ هذا يدل على أن كل ما أنجزته هذه أو ما قدمته هذه العصابات المتحكمة بالعراق على مدى 16 سنة من تشويه وتضليل وإرهاب وإجرام ووعود خداعة لم يعد يقنع هذه الفئة الشبابية الواسعة، وهي الأوسع طبعا في المجتمع العراقي، لم تعد هذه الوعود وهذا الكم الهائل من الإفساد والإجرام والتخريب وتخريب المجتمع بالأساس لم يعد قادرا على أن يعني يستمر في هذا الإجرام الذي حصل طيلة السنوات الـ16 الماضية. الشعب العراقي وخصوصا فئة الشباب، لأن فئة الشباب هي الآن التي تتظاهر وهي التي تطالب بإسقاط النظام وهي التي تطالب بإنهاء الاحتلال الإيراني للعراق. هذه يعني توجهت أو بعد طيلة هذه السنوات التي خرجت فيها إلى التظاهر على مدى السنوات الثمان أو التسع الماضية، كانت مظاهرات مطلبية في بعض الأحيان، لكن الآن لم يعد هذا الأمر مجديا، فاتجهوا إلى أصل المشكلة وهو النظام السياسي الذي أوجده الاحتلال الأمريكي الإيراني المشترك في العراق. نعم. طيب دكتور أستاذ مصطفى، الإجراءات التي أعلن عنها، توظيف، إسقاط ديون، ما إلى ذلك، هل تعتقد أن هذه الريشة سيقبل بها المتظاهرون وهم الذين قدموا أغلى ما يملكون، قدموا حياة أكثر من 100 قتيل حتى الآن وألاف الجرحى؟ يعني الرحمة للشهداء وأمنياتنا أو تمنياتنا للجرحى والمصابين بالشفاء العاجل. هذه الريشة إهانة لشعب العراق وإهانة يعني احتياجاته الحقيقية. هؤلاء الذين خرجوا يعني عراة الصدور إلا من الإيمان، وواجهتهم هذه العصابة المتحكمة بالعراق بالرصاص الحي، لا يمكن أن يرضوا بهذه الرشا التي يقدمها أقطاب هذه العملية السياسية الفاسدة، وهم الحقيقة أقطاب الفساد والإفساد في هذا المجتمع. لم يعد الأمر مجديا أو مقنعا. نعم. أن يجري حديث عن ضرب الفاسدين أو إنهاء الفاسدين أو تسريحهم من الخدمة. يعني هذه الادعاءات أو تقديم راتب لبعض الأسر المحتاجة، هذه الادعاءات لم تعد تقنع أحدا. اليوم رئيس برلمان المنطقة الخضراء يتحدث عن إقامة يعني بيوت للمحتاجين وقد يصلون الى الملايين. هذه كذا. نعم. يعني يمعن هؤلاء المفسدون المجرمون في الحقيقه، ويجب ان نسمي الاشياء باسمائها. هم مفسدون، مجرمون، ارهابيون، قتلوا الشعب، يمعنون في اهانتهم لهذا الشعب العظيم. نعم. ولا اعتقد ان هذا الشعب يقبل باستمرار الاهانه له على الإطلاق. شكرا جزيلا لك الأستاذ مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، كنت معنا من إسطنبول.